موضوع مهم جدا جدا، ازاي احدد جرعه الدواء وانهي طريقه امثل لاعطاء الدواء. تحديد جرعه الدواء، طبعا انا عندي دايما الدواء بيتحسب على قد وزن الجسم، يعني انت لو شفت حتى مضاد حيوي هتلاقي بتاع الاطفال مثلا 125 ملي جرام. وطبعا لازم كل ادويه الاطفال متفق عليها في العالم كله انها فلويدز، يعني او ليكويد، سوائل. كل ادويه الاطفال تقريبا سوائل لغايه سن مثلا ما الطفل يبتدي يقدر يبلع قرص، خلاص. فاذا كان خافض حراره، اذا كان مسكن، اذا كان موسع للشعب، دواء الاسهال، مضاد حيوي، كل ادويه الاطفال سيرم. ساعات حتى في الرضع ما بنديش ده، بندي نقط، خلاص عنده مغص، عنده بتاع، بندي له نقط. طيب يبقى تحديد الجرعه بيتم حسب السن وحسب الوزن، حسب السن وحسب الوزن. هتلاقي عندك جرعه الاطفال موجود سن كذا بياخد كذا، زي المضاد الحيوي، اقل من سنه مثلا 125 ملي جرام، اكتر من سنتين لغايه 250 ملي جرام، ده في الازازه. طيب اكتر من 11 12 سنه دخلنا فيما يسمى سن البلوغ. حتى سن البلوغ ده المفروض ان بقى ادل، يعني هعمله جرعه الكبار، ومع ذلك بالوزن بقى. يعني ايه بالوزن؟ المريض ده 40 كيلو والمريض اللي وراه 120 كيلو، هياخد ده جرعه قد ده؟ يعني اللي وزنه 40 كيلو هياخد جرعه قد الوزن 120 كيلو؟ ده قده ثلاث مرات حضرتك. يعني مهم جدا انه بعد البلوغ يبقى الجرعه حسب الوزن وحسب فاعليه الدواء اللي معاك. طيب عشان كده اللي لازم يحدد الجرعه حكيم، طبيب حكيم، يعني عنده حكمه. طيب يبقى جرعه الدواء بتتحدد اولا حسب السن، ثانيا بتتحدد حسب الوزن. اياك ان تساوي الناس جميعا في جرعه الدواء، يعني ما ينفعش اجيب حقنه مضاد حيوي 1000 اديها لطفل، ده كده هموته، كده مات، ما ينفعش. ده انا بديله 125، لو انا عندي 250 باخد نص الجرعه بداله كل 12 ساعه، ده لما يكون الحاله سيفير، حاله خطيره جدا. وهكذا بقى ادويه الاطفال، الشراب بتبقى محدده الجرعه، ساعات بعض الادويه معاها معلقه على قد الطفل، سنه قد كذا معاه معلقه كذا. في ناس عامله مكاييل، مكيال كده، ده سن سنتين، ده سن اربعه او خمسه، ده كده يعني. دي ناس محترمه تحدد كميه الدواء. اذا كان زيادة جرعة الدواء خطر، فنقص جرعة الدواء كأنك ما خدتهاش، خلاص. يعني أنا مثلا جبت موسع شعب للكبار، واحد ده ست كبيرة أو كذا، جبت لها موسع شعب شراب بتاع الأطفال، اعملها إيه؟ ده لو شربت الإزازة كلها مش هتعملها حاجة. فمهم جدا إن تبقى عارف أنت الجرعة اللي بتاخدها دي قد إيه. أنا الدواء ده جميل قوي، يريح بنتي من الإسهال، بس أنت لو خدتي الإزازة كلها شربتيها مش هتعمل لك حاجة. إذا مهم جدا تبقى عارف يعني تحديد جرعة، يعني ايه تحديد جرعه؟ دي جرعه اطفال تاخدها الكبار ازاي؟ ودي جرعه كبار ياخدها الطفل ازاي؟ المساله دي مهمه جدا. عشان كده في طبيب اطفال وفي طبيب بالغين. طب الاطفال ده لوحده كده، في طبيب اسمه طبيب اطفال. طيب الطريقه المثلى لاعطاء الدواء، يا ترى اخدها عن طريق الشم، عن طريق البخاخه، او عن طريق الاورال اشربها، ولا عن طريق الحقن، ولا عن طريق اللبوس، ولا اخدها ازاي؟ طبعا كل دواء بيبقى له طرق متعدده في الاعطاء، لكن في دواء ما ينفعش خالص غير انجكشن، زي الجنتامايسين مثلا، يعني في مضاد حيوي ما بينفعش غير حقن، يعني ما فيش في الجرامايسين او الجنتامايسين ده الا حقن، ملوش شكل دوائي. طيب في دواء ينفع اديه بخاخه مثلا، زي سالبيوتامول، زي كورتيزون مثلا، وده يوصل بسرعه، لان قالوا ان نسيج الرئه من أسرع الأنسجة وأكبر الأنسجة امتصاصا للإيروسولات أو الدواء الرش. يبقى البخاخة من أسرع العلاجات، وخاصة الناس اللي عندها حساسية وبرونكال أزمة وكذا، أسرع حاجة أعمل له جلسة أو أديله بخاخة، إن شاء الله مش عايز أقولك يخف خمس دقايق. طيب في ناس بتقول لأ، ما النيزل دروبس، يعني مثلا زي الميني بريس أو الأدوية بتاعت التبول لا إرادي، ما في بنديها ساعات نيزل سبراي او نيزل دروبس. في ناس او في دواء متوفر منه الاشكال كلها، زي السايوفيلين او مثلا ادويه الايتافيلين او السايوفيلين، ممكن لبوس، ممكن، وده بيساعدني في توسيع الشعب وتنظيم حركه القولون، ممكن حقن، ممكن اقراص، ممكن، واخد بالك. لكن الاسرع دايما البخاخات، يليها الحقن، طبعا الوريد اسرع بكتير،
يليها الحقن العضل، يليها اللبوس، أبطأ علاج اللي هو علاج عن طريق الأورال أو عن طريق الفم. ده بطيء جدا، ده ممكن يعني نقول بعد ساعتين ثلاثة، إلا إذا كان في دواء تحت اللسان، فالدواء تحت اللسان بيمتص في الحال زي الدينترا مثلا. أنا مش قادر أطلع السلم، بحط قرص تحت اللسان وأطلع بيشتغل فوري. إزاي الدواء بيشتغل جوه الجسم دي نشوفها إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.